ويلي 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 ساكورا اتامانو هي يو هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كلش تمام يا احلى ناس. كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله كل شيء لوز. حبايبي مثل ما انتم شايفين كثير منكم طلب مني هذا المقطع يا اساطير. مقطعنا اليوم حبايبي يعني نو كومنت، طلبتوا كثير مني يا اساطير انه اعمل استعراض للحساب تبعي. اوكي يا اساطير، سو يا حلوين اليوم راح نستعرض لكم حسابي يا اساطير ونشوف مع بعض السكنات الموجوده، وبنفس الوقت شباب راح نصفر الحساب، ما نخلي ولا باتش من الحساب. اوكي خلوكم جاهزين، قام الباتش مقطع يا اساطير. لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسوا نعمل لايكات وشيرات وخلينا ندخل على الجلد. اوكي الان يا اساطير خلينا نعمل ايه حبايبنا ونشوف، ندخل نفرجيكم من اول 10 فاير باسات الشاب والبنت. اوكي اول شيء احنا راح نستعرض الحساب وبعدين نفجر ابو الباتشات الموجوده. اول خلينا نبلش نشوف عليكم شيء هون عندنا حبايبنا، في كثير من الباجات الموجوده شباب، نحاول احسن نفتحهم وفي نحاول نشوف يطلع لنا ان شاء الله يطلع لنا كيوب ماجيك حبايبي بهالباجات الموجوده موجوده امامكم حبايبنا، نحاول نفتحهم ونشوف شو ما فيهم شو ما فيهم. اوكي اوكي الفاير باس الاول حبايبي هو الساكورا يا حبايبنا، مثل ما انتم شايفين هذا هو الفاير باس، وكثير منكم بيعرفوا، في منكم كثير ما بيعرف انه هذا هو اول فاير باس نزل بلعبه فري فاير يا اساطير. عندنا هون حبايبنا الفاير باس المعروف بالفاير باس، طبعا في الفاير باس ثاني اوكي، بس ولكن هذا الفاير باس فاير باس الهيب، لا بعمل ثاني لا الهيب هوب هيب هوب يا بوي. والان شباب هون عندنا الفاير باس الثالث يا اساطير، احد الفاير باسات اللوز شباب حبايبنا. عندنا هون شباب الفاير باس الرابع اللي هو فاير باس الملوك حبايبنا الحلوين، وهون حبايبنا عندنا الفاير باس المعروف بالقراصنه، ولا المهم يعني الفاير باس اللي هو الخامس فاير باس كمان شيء معلم. او ماي جاد. اوكي اللي بعده شباب راح يكون هو الفاير باس اللي هو السادس شباب المعروف بالجيمر يا اساطير، هذا هو السادس تمام. واللي بعده حبايبنا فاير باس اللي كثير من لاعبين البي سي بيحبوه اوكي، السابع ابو الطاقيه هذا اللي ما اعرف شو حبيبي والله. اوكي لوز لوز معلم، عم طلع هنيك شباب عم شوف عم بطلع المونتاج حلو. اوكي مو شباب شغلات ما تبجعوا راسكم فيهم. اوكي هذا عن الفاير باس اللي هو الثامن يا ساتير، هذا الفاير باس فاير باس شباب هذا يعني الشيء الحلو اللي يعجبني فيه انه هذا شباب هذاك يشبهني يعني زي مو شبهني يذكرني شباب بايام دراغون بول مع فيجيتا، وعرفتوا عليه فهمتوا اذا فهمتوا اكتبوا لنا بالتعليقات. اللي بعده هذا الفاير باس يا ساتير فاير كان فيه رقصه المعروفه بين كونسنت راكشن اوكي التاسع، طبعا شكله مش كتير واو بس يعني اتس اوكي. واللي بعده حبايبنا اللي فاير باس اللي كثير معروف كمان الفاير باس المحبوب اللي فرعيني يا ستير، عن جد معلم شيء لوس. طبعا ما نسيت الفاير باسات على البنات حبايبنا، فاير باس الاول الساكورا بالنسبه لشخصيه البنت حبايبنا مثل ما انتم شايفين يعني كمان من احد الفاير باس، في كثير من البنات شباب لعبوا اللعبه ما بيعرفوا هذا هو الفاير باس الاول يعني زي مرات بتشوفوا اوكي لوس. اللي بعده الفاير باس الثاني هذا هو الشباب بشكل سريع بتاع الهيب هوب اوكي لوز. طبعا واللي بعده بيجي شباب الفاير باس الثالث حبايبنا، واللي بعده هذا يمكن الخامس، هذا الخامس والرابع تبع الملوك اللي هو هذا. اوكي جايز لا هي جيرلز، لا والله في جايز حبيبي والله. واللي بعده شباب اللي هو السادس، لا هذا السادس ايه هذا السادس شباب الجيمر اوكي بالنسبه للفاير باسات شخصيه البنات. عندنا اللي بعده حبايبنا السابع مثل ما انتم شايفين، بعد السابع اكيد راح يكون رقم 8 صح؟ 8 يب الثامن حبايبنا، واللي بعده الثامن التاسع، هذا هو التاسع حبايبي اوكي لوز لوز معلم. واللي بعده العاشر اللي هو تاع الفراعنه حبايبنا يا بوي. اوكي جايز بما ان استعرضنا كل الفاير باسات حبايبنا الكرام اوكي من الاول للعاشر اوكي، هذول يعني بالنسبه لي يعني اول 10 فاير باسات يعني لوز معلم. بدنا نروح الان شباب نستعرض لكم باقي الاشياء الموجوده شباب، الان راح نكون راح نقعد الان ندخل على الخزنه اوكي وفرجيكم اهم الاشياء معلم حبيبي والله. هيك يا صديقي اعتقد انا واقف هون بالنص، شو عم بعمل بالنص انا معلم؟ خلينا نعمل هيك اوكي نجي لهون معلم ادفش هيك على السريع هيك مدفش حالنا هيك معلم، ايوه هيك وضعنا اللوز اللوز يا بوي. اوكي جهزوا حالكم شباب، جهز لي قاعدتك سيجار سيجار لا مو لا لا السجاير مش كويسه للصحه يعني قصدي كاس قهوه كاس شاي معلم، لانه قاعدتنا طويله بهذا المقطع يا ساتير. اوكي يا شباب خلينا نبلش اول استعراض الشباب اللي هو الكوبرا يا ساتير اوكي. طبعا ما اعرف شباب ما اعرف كيف بدي افرجيكم السكنات يعني كيف راح افرجيكم حبايبي،
فرجيكم هيك بشكل سريع سطير. اوكي طبعا دول الفاير باسات الباقيه ده اخر قبل اخر فاير باس. عندنا هذا السكين معلم حبيبي والله. اوكي هاد تبع الايام الاحداث اللي نزلت السنه الرابعه والله ما اتذكر. المهم المهم هذا انا الحاضنات شباب. اوكي خلينا نفرجيكم اياها بهذا الشكل الاجسام. اوكي حبايبي عندنا هون الاجسام هذول اللي انتم شايفين هذول بيت الحاضنه هي التماسح معلم يا بوي. والله يا شباب عن جد اعطونا لكم بالحساب شباب. كم الحساب تقييمكم للحساب حبايبي؟ هون عندنا الفائده تبعت المتجر تبع متجر التخفيضات. هون جاب كمان هون الفاير باس احد الفاير باسات يعني الحلوات. تمام ايش لوز اللوز عندنا هذا قار البطريق ولا ما اعرف شو اسمه الاسود المخضرم ما اعرف شو تبع الحاضنه يا بوي. طبعا شباب راح يعني راح نمشي بشكل سريع اوكي عشان ما نطول عليكم اكثر من هيك. مثل ما انتم شايفين تقريبا كل السكنات الموجوده باللعبه موجوده بهالحساب. طبعا مو نسبه 100% شباب في منها مو موجودات راح افرجيكم مع بعض. اوكي حبيبي والله تمانو والله الشباب يعني مرات في سكنات بحسابي ما بعرف ما يعني مرات ما اعرف اقول من ما انسى انهم موجودات شباب. فهمت علي؟ لانه اغلب الاوقات شباب بتتابعونا دائما على البث. انا بساكورا شباب ما اقدر اترك ما اقدر اروح من غير الساكورا شباب. اوكي خلينا نكمل هون شباب. عندنا هون السكنات هذول تبعيت رعتهم شباب بشكل سريع. اوكي فرجيكم تمام هذول تمام دوز هاي تبعيت ايام ايام زمان. هذا فاير باس هاي تبعيت الحاضنه حبيبي والله تبعيت الدايموند وهي فاير باس اعتقد وهذا كمان فاير باس. سكين رانيا روك شباب من اقوى سكنات اللعبه يعني ان شاء الله ما يرجع ينزل مع حبيبي والله. اللي بعده تبع الحاضنه الشباب بدها ترجع نزلت كمان الفاير باس هذا كمان هذا كمان فاير باس هذا كمان فاير باس لوز اللوز. اوكي اللي بعده خلينا نكمل حبايبنا هون معنا هون كمان في فاير باس تبعت الحاضنه هذول حاضنه الارنب تمام. هون تبعت المتجر الغامض اللي نزل من فتره هذا كمان فاير باس. ايه دول فاير باسات يعني شباب ما بتذكرهم يعني في تقريبا باللعبه اكثر من فاير باس اللي هو يعني في فاير باسات يعني وصلنا كم فاير باس معلم؟ وصلنا 20 ولا 40 ولا ما اتذكر شباب الصراحه. هون سكنات الحاضنه شباب المعروفه جوكر حبيبي والله. اوكي هذا كمان فاير باس هذا كمان سكين شباب كان نادر كثير ايام زمان يعني هذا كمان يمكن نادر صار وهذا كمان. طبعا شباب ابعثوا لكم شباب في شوفوا شو السكنات الموجوده النادره شباب يعني الصراحه يعني كثير بالسكنات يعني حبيبي والله. اوكي تبع هذا تبع شو اسمه هي تبع الحاضنه احد الحاضنات الاسطوريه. اوكي شباب هون عندنا الفهد بالفراعنه فرجيناه فرجيتكم اياه هذا كله فرجيتكم اياه. هذا كمان سكين شباب قديم هذا كمان من احد السكنات القديمه شباب. هذا ونفس هذا ونفس الشيء كانوا موجودات ايام زمان بالكيوب ماشي. انا الساموراي شباب السكين الساموراي معلم يعني من اقدم السكنات المميزه معلم حبيبي والله. اللي بعده هون شباب فرجيتكم هذا تبع الفاير باس وهذا هذا السكنات ما صار لهم شيء نازله لوز معلم. وشو في عندنا كمان؟ عندنا هذا كمان هذا فاير باس ياب هذا السكن المجاني نزل. عندنا هون السكنات محمد احد السكنات محمد رمضان. اوكي التيشيرتات الموجوده شباب كمان سكن محمد رمضان سكن ستريت فايتر شباب. هذا يا زلمه دائما انساه شباب اليوم مش والله على البث رح نلعبه حب نلعب بهذا السكن لوز لوز تبعت الحاضنه سكن النزل هانك يا بوي تبعت السيزونات تمام. هي تبعت الهيروي تمام لوز. عندنا هذول السكنات ال راح اقول هذا سكن يعني بين بيض وبين مو بيض. اوكي سكن البرازيلي معلم حبيبي والله. هي كمان تبع الحاضنه وعندنا كمان كان هذين كمان جر تخفيضات كان نفس الوقت هذا كمان كان حدث. اوكي والله شباب في كثير يعني اشياء يعني بعد كريستيانو. اوكي واي حبيبي والله. طبعا شباب بطلع اعملكم ها راح يكون كثير طويل بس ولكن شباب انا بعرف تحبوا هيك مقاطع شباب لانكم بما انكم كثير طلبتوا مني هذا المقطع شباب اكيد راح يعني راح تشوفوه من الاول للاخر. اوكي اللي شافه من الاول للاخر شباب خليك تمنى معلم يلا هات لنشوف. اوكي هذا تبعت الحاضنه كمان سكين ساموراي قول لي ما عندي دول الحذاء غريب. اوكي عندنا هون كمان السكين كمان معلم سكين تبع اتاك اون تيتان معلم الارنب. شوفي هون عنا هون هذا السكين شباب معروف تبعت المسامير هذا السكين ديسكو يا بوي سكين البابا نويل هذا سكين تبع الحاضنة حبيبي بشكل سريع هون معلم حبيبي والله. اعملكم زوم شو رايكم اعملكم زوم؟ اوكي طولوا بالكم هلا في الكاميرا يا شباب عشان هيك يعني تتفرجوا بشكل قريب يعني
اللي هذا تبع احد السكنات الحلوه هون عندنا شباب حبيب والله. راح طبعا شباب راح احكي بالصوت اوكي، واخذ خليكم تفرجوا لمده دقيقه يعني بدون ما تسمعوا صوتي حبيبي والله. يلا ليتس جو من الان. اوكي شباب رجعنا لكم هون شباب بالتيشيرتات البوتات موجوده طبعا موجوده كلها موجوده معلم حبيبي والله. والله شباب يعني الصراحه نمشي بشكل سريع هون اوكي ننزل معلم ننزلها افرجيكم شو في ما في. هذا كمان سكن حلو يا بوي. طبعا شباب في سكنات البنات كمان، هي كمان هي الكنز الحلوه معنا الفاير باس ثاني اوكي الكنز السوداء. والباقي شباب هون السكنات يعني في منهم يعني نادرات اوكي لوزلوس اوكي. هون خلينا ندخل على السكنات الكامله يا ستير. انا اجي لهون معلم ايه تمانو عندنا الون بانش بقلاوه حبيبي والله من احد السكنات الحلوه شباب هون معلم. عندنا الدينوات شباب شباب كثير في خبر شباب ممكن ينزل حاضنات دينو يعني عن قريب. اول الكريمنال يا زلمه نسينا الكريمنال معلم حبيبي والله. عندنا السكنات الشكل مضحك حبيبي والله اوكي شباب. في هون وشاحات افرجيكم هيك بشكل سريع الاشياء الموجوده تمام. اعتقد فرجيناكم كل الحلوين هنا يا زلمه الساكورا. هون في عندنا شباب وشاحات لازم نفرجيكم اياهم تمام. خلينا ننزل هي مثلا مو موجوده بشكل سكين كامل. عندنا هالوشاح هذا اللي هون كمان شباب هذا كثير اوكي لوزلوس اوكي. هاي بالنسبه لل هون عن حبيبي والله هذول الاشياء اللوز يا بوي اوكي. الان شباب ركزوا معي تشيف. الان بدنا نروح لشخصيات البنات شباب بشكل سريع اوكي. السكنات الموجوده للبنات صراحه شباب هذا هيك مقاطع شباب كثير طويله يعني يلزم 3-4 لتورة مي جنبك عشان حبيبي والله فهمت علي تشيف. خلينا ناخذ شخصيه كيلي تمام. هون افرجيكم بس اخذ الشخصيات اللي عندي شباب اوكي اوكي. هون انا شخصيه كيلي شباب افرجيكم على اليمين هون نفس الشيء تقريبا يعني نفس الشيء تمام. هاي بالنسبة لشخصيات البنات. خلينا ندخل بشكل هذول الشباب نفس الشيء يعني تقريبا السكنات يشبهوا بعضهم يعني السكنات البنات والشباب. هون عندنا كمان سين سكين نادر كمان هون هذا يمكن هذا كمان عندنا هذا السكين تبع الفاير باس كلش موجود والله. يمكن شباب هذا الفاير باس يمكن تخطيته ونسيته ولا والله هون اعتقد كل شيء فرجيتكم اياه يعني. هذول الفاير باسات القديمة معلم حبيبي والله. تيشرتات نفس الشيء تشون لي هذول معلم عنا ياهم كمان حبيبي والله يا بوي. بيت الحاضنات كمان وال هي نت الرنك الارنوب الجميل اوكي. شوفي كمان هنا عنا شاب شيكي قديم افرجيكم اياه والله شاب يعني صراحه بكثر ما موجود يعني ما بعرف شو بعرف شو موجود وما موجود. المهم شباب عبنات مثل ما انتم شايفين خلينا نجي بشكل سريع عشان شباب حان وقت نروح فرجيكم شو نفرجيكم هلا بعد هالسكنات حبايبي. شو ما نسينا ما استعرض لنا يعني نسيان كل شيء معلم. اذا نسيت شيء شباب نسيت افرجيكم شيء اكتبوا لنا بالتعليقات الله يسعدكم. ما نحب ننسى شيء يا اساتير
اوكي هون شوفي كمان هون حبيبي والله جوكرات ما جوكرات يا بوي هي بشكل سريع معلم تمام تعبت رحت شربت مي وجات لكم يا ستير اوكي الان شو راح افرجكم خلينا نروح حبايبنا شفنا السكنات تمام عندنا هون يا ساتير في باجات راح نفتحها بعد شوي طول بالكم خلينا ندخل شباب على الاسلحه يلا نستعدكم الاسلحه يا ساتير اوكي يلا نستعدكم اياها بشكل سريع يا ساتير اوكي يلا روحوا فرجوا انا هون راح نستعدكم هم الاسلحه تمام عندنا هون ام 4 الام 4ات تمام بس هون ام 4ات يا شباب مثل ما انتم شايفين يعني نفرجيكم الخاصيات بشكل سريع اهم الام 4ات يعني تمام هون الفرمات العاديه حبايبي تمام هي الاسلحه الاي كي ماكس اي كي دراجون وباقي الاي كيات يا ساتير حبيبي والله الام ام 14 موجودات حبايبنا 12 ام 12 سكين ام 14 ام 4 انا شباب خلص استغفر لكم وصلت يعني معلم حبيبي والله والله معلم السكار سكار التيتان شباب من اقوى وان يعني معلم سكار التيتان شباب حبيبي والله صراحه يعني معلم لا ينتسى سكار هذا كمان يعني كان نفس سكار التيتان كمان نفس الشيء يعني بس ولكن يعني تقريبا كيف كيف الجريزي الجريزي شباب مثل ما انتم شايفين الفاماس حبايبي طبعا الفاماس السلاح يعني مو اللي كثير يعني بستعمله ما بستعمله كثير الصراحه يعني عندنا هون اكس ام 8 حبايبنا ان الان من اقوى من السلاح السلاحات الحلوه يا شباب الان بلازما الاوج طبعا حبايبي يعني ممكن ينزل عن قريب ينزل فاماس تمام ينزل فاماس تطوير مطور شباب اوكي ممكن قريبا ينزل هون عن الاسلحات الام 60 حاضنة الام 60 نزلت من فترة شباب نت معلم حبيبي والله طبعا شباب فرجيكم بشكل سريع اوكي بليز اذا نسيت شيء شباب اذا نسيت شيء تمام لا تنسوا تذكرونا حبايبنا بالتعليقات الله يسعدكم عم حاول ما نسوي شيء لانك شباب فيديوهات استعراض الحساب دائما بيكونوا كثير طوال اوكي يا ساتير انا الام بي 40 معلم تقريبا عندي كل الام بي 40 يات حبيبي والله MP9 معلم P19 هذا السلاح الايام زمان ما اعرف كان موجود بالرنكد ما اعرف ايش ما عم يرجعوه طبسونه حبيبي والله فيكتور التمانو ادخل على الشوت جانات شباب الشوت جانات حبيبي والله طب هذا الشوت جان ساعد ما نطوره ما بعرف ايش عم بنسى دائما نطوره لازم نطوره الشوت جانات هذول الشباب طبعا هذا شباب ايام زمان الشوت جان هذا من كان من اقوى اقوى الشوت جانات معلم يعني كان باللوز معلم اوكي البرابر عندي كل البرابر تقريبا يمكن ما اعرف اكتبوا بالتعليقات اذا عندي اياهم ولا لا كلياتهم اعتقد هذول هن كلياتهم لوز سنايبرز يا سلام هذا سنايبر معلم باللوز ماشي باللوز يلا شباب حبايبنا بعد شوي راح ننتقل الى فقره كثير بتحبوها اللي هي الرقصات يا ستر عندنا السنايبرات هذول بيستول معلم هذول اوكي هذول يعني فهمت علي كيف الطاوات نفرجيكم اياها بشكل سريع ما راح نطلب واحدة واحدة معلم حبيبي والله بس يوفي معلم التمانو المضرب ولا ما اعرف شو الكاتانات في كتير كاتانات شباب حبيبي والله يا بوي ها عم بتاكد شباب التصوير بالمحل مكان التصوير عم تشوفوا كل السكنات حبيبي والله الشحاطة معلم عندنا الشحاطة معلم الشحاطة حبيبي والله مشي باللوز البوكسات البوكسات تقريبا كل البوكس عندي اياهم يمكن ما اعرف اكيد يمكن عندي يمكن نشوف القنابل القنابل شباب والله ما ضروري افرجيكم يا شباب شوفوا هيك بشكل سريع 40 قنبله يا شباب حبيبي والله كل مره بشكل فتره ينزل القنابل شباب ما بعرف فهمت علي كيف حبيبي والله حاب نستعرض لكم يا شباب بس ولكن حبيبي والله يعني معروفات القناه مش كثير مش المهم يعني التلجات هذول التلجات اللي عندي شباب بالمناسبه يمكن نزلت توب اب ثلجي اكيد ما شفتش نزلت توب اب ثلجي نشوفها بعد شوي هذول احد الثلجات شباب حبيبي والله اوكي اوزر كروس بو واللانشرات شباب مو ضروري نشوفها معلم هذول لانشرات الاسلحه يعني حبيبي والله اوكي اللي بعده شباب هيك بنكون شفنا الاسلحه تمام هي بالنسبه للاسلحه الان ندخل على الكوليكشن كيف افرجيكم الرقصات شباب الرقصات يا حبيبي بعرف كثير منكم بحب الرقص انا اعمل هيك نجي لهون انا راح اجيكم لهون تمام لا راح اعمل هيك اجيكم هيك بالوسط اوكي نوقف هون شباب يلا الرقصات حبايبنا يعني ما راح ندخل نفرجيكم اياها هيك
اوريكم ميك اب بالشكل السريع. هذول الرقصات تقريبا عندي كل الرقصات يعني باللعبه حبيبي. قطع الكوبرا ايام زمان الموتور ما موتور براكس. هنا فرجيكم الرقصات يعني القديمه فهمتوا علي كيف هي تبعت ال رقصات معلم حبيبي والله. يكون عنا شباب احد الرقصات الحلوه والله رشمة. اوه يا سلام عليك. اوكي هي تبعت الوك شباب لحد الان شباب ماني جايبه ولا العجيبه. اوكي رقصة هاي شباب تبعت لما تدخل على البروفايل. اه صح رح نشوف نفرجيكم البروفايل كمان يا اساطير. طب هذول السيارات شباب حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا بوي. اوكي هذول معلم حقيبات. لا الحقيبات لازم تشوفون شباب تشوفون بشكل. نعمل لكم زوم على الحقيبات شباب نعمل لكم زوم. بعرف الحقيبات شي باللوس. هالحقيبات شباب احد الحقيبات الفاير باسات الاولى يعني معلم. يا السلام عليك حبيبي والله. طبعا مش ما عندي حقيبه التنين بالوردي ايام يعني ان شاء الله لما ترجع تنزل راح نجيبها ان شاء الله. اللوت بوكس اوكي شباب. الان شباب راح وين وصلنا السيرف هذول معلم. خلينا نشوف بعد شوي شو راح نورجيكم يا ستير. البروفايل شباب البروفايل راح نورجيكم البروفايل. هون البانرات طبعا هون البانرات شباب في كثير من البانرات حبايبي. يا سلام عليك بشكل سريع شباب لسه ما انتهينا شباب المقطع. في بعد شوي تفتح الباكجات يا اساطير راح نفتح ابوهم شاب بشكل سريع يعني نحرقهم حرق. ان شاء الله يطلعنا شي كيو ماجيك معلم حبيبي والله. الهيرويك وما هيرويك هذول كلياتها تبعت السيزونات الاولى حبيبي والله. عاش عاش ولك عاش ولك عاش ولك عاش ولك عاش ولك عاش. السلام عليك يا السلام. ايه تمام اللهم صل على سيدنا محمد. لا تنسوا لا تنسوا يا ستير تصلوا على حبيب محمد يا ستير. لا تنسوا حبيب والله لا تنسى معلم. يلا روح خلينا ننزل هون معلم فجأة نشوف هون بشكل سريع هون. اوكي اعتقد شفنا كل شيء. اوكي هنا نعمل نشيل حالي من هون الافاترات يا بوي حبيبي والله. اوكي هي بالنسبة للافاترات هون عندنا البينز ما اعرف شو اسمه. اوكي حبيبي والله تمام ناخذ نفس. البروفايل البروفايل يا ستير. طبعا شباب هون حبيت يعني اول شيء كنت عم بحاول اضبط يعني 333 333 هون بلشت يعني ارفع هون بلشت ارفع كثير هون هون تخربط معنا شباب خربت. شو رح نعمل خرب البروفايل هون يا شباب. ليفل 80 شباب قربنا ليفل 81 يا ستير. اللايكات طبعا شباب هالفتره يعني بهاللعبه يعني الان يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم. اللايكات ما عاد ينحسبوا شباب لانه في هاكر لايكات فهمت علي كيف. هذول اللايكات معلم نظاميه معلم يعني جبتهم من عرق جبيني حبيبي والله. الاي دي البروفايل بشكل سريع حبايبنا تمام. انا هون طبعا هون بهالفتره عم لعب الجراند ماستر شباب تمام. هذا هو عندي هون كاد 18 اللي هي 30 يعني اتس اوكي اتس كول. اعطونا لكم بالتعليقات بالنسبه للديو السولو لعبان 18 جيم ما اعرف كم الكاد 7 والله اتس كول اتس كول حلو. اوكي هون شفنا كل شيء. بقى شو بقى شباب صراحة أنا تعبت أنا تعبت والله. الآن حان وقت الجد شباب بدنا نفتحهم بدون يعني نحرق قبل الباجات المولودة شباب. ما راح نشوف على السريع على السريع شباب. هون الجزء الثاني للمقطع جاهزتر. أوكي كيوب ماجيك ما في كيوب معلم ما في كيوب ماجيك معلم. أوكي اللي بعده ما في كيوب ماجيك. أوه فكرت في كيوب ماجيك يا زلمة والله فكرت في كيوب ماجيك يا زلمة. ما في كيوب ماجيك ما في معلم بيض. هات نفتح هين هون لك عاش لك عاش والله. في اشياء معلم ما بعرف ان كان موجودة. هلو هلو كيوب ماجيك ماجيك كيوب يسعد دينكم. حلوة حلوة معلم هي طلعنا جنان شفنا كيوب ماجيك كيوب ماجيك 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 كيوب ماجيك ماجيك كيوب ماجيك حبيبي والله. اوكي بالنسبة لهذا المعلم يعني اعتقد عندي اياه. لا والله ما عندي اياه هذا. ولا طلالي طلالي ليك هي ويلي 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 شباب طلالي ليك يا شباب.
الحظ نار، الحظ هذا الايكي شباب يعني من اقوى الايكيات كمان. ايام زمان تلجي معلم شيء باللوز كفو والله طلعنا ايكي يا شباب حبيبي والله كيوب ماشي كويكي. هلا هون شباب بلش الحماس يدخل بالمقطع يا اساطير، بلش الحماس يرجع لنا. اوكي نفتح هاي معلم، شوفي هون بالضبط الايكي ايك دراجون عندي اياه، تمام نعمل سكيب. اوكي عندنا اياه، شو قال النار يمكن اعتقد عندي اياه، عندي اياه كمان يب. نعمل نشوف هذا عندي اياه كمان ساعات شباب نحصل على. لا والله ما كان عندي هذا. هذا ديت عندنا يا سكار، هذا عندنا يا هذا، هذول المعلم طبعا شباب راح اختصر هذا الشيء. تعال هون فيكتور معلم، قبل ما كان عندنا الفيكتور معلم صح والله بعده 50 يا لطيف معلم. ما بدي اشوف شيء ام 4 تعال ام 4 شباب حبيبي والله لوس يو ام بي يا بوي. عندنا يا هذا معلم، عندنا يا عندنا يا عندنا يا عندنا يا عندنا يا سنايبرات والله ما بعرف شو شباب. المهم احرق قبل بجات شباب، نحرق قبل بجات اليوم بس والله شباب انبسطت كثير شباب. طلع لي الـ شو اسمها هي، شو القطع هذا، شو هذا شو هذا شو الصندوق والله شباب في صناديق ما بعرف شو هن معلم. المهم معلم روح حبيبي والله يبلع والله طلع لي الاي كي، انا ماني مصدق من نفسي شباب ماني مصدق شباب طلع لي الاي كي والله. كشمور ما كشمور معلم على اللوبي، هذا معلم كمان على اللوبي، عندنا الرقصات هذول معلم على اللوبي تمام. هيك ما بعرف شو شو هذا الاشياء شباب بيض، هاي شو هاي كمان تبعت الشخصيه كلو. اوكي حلو بناخذ اشياء باللوز. اوكي اي كي عندنا يا هذا معلم، والله شباب رح يصير عندي الساعات اليوم الساعات. اوه طلع لي سكين، يمكن سكين شي بطريق معلم حلو يا بوي. اوكي هذا ولا طلع لي شيء، انا ها ممكن طلع لي شيء شباب، شفت طلع لي شيء عم بستعجل بسرعه انا والله صراحه ما في شيء معلم. انا شفت طلع لي شيء يا شباب بحث من الصندوق شباب بتنوش طلع لنا من التعليقات. شوف يا معلم ما في شيء اي كي هذا معلم. اوه يو ام بي طلع لي هون، يو ام بي دايم باللوس باللوس ليش لا حبيبون. الروبو معلم الروبو، اوه هذا معلم افتح بسرعه معلم. الالفارو الفارو الفارو حبيبي والله لوس. اوكي شباب وقت وصل تقريبا مسرح وصل 30 دقيقه شباب، خلينا نلحق نخلص البجت قبل 30 دقيقه ولا لا. هاي يا ستير قبل نص ساعه شباب ابلع ابلع طلعنا هون شيء معلم ما بعرف شو حبيبي والله. لهون نفتح هاي اي شو شباب الفوكس. اوه يا بوي الام 4 معلم معلم افتح افتح يو ام بي شو هذا قول لي. ما في طلع لي ام بي، ما طلع لي ام بي والله يا ساتر. بطاقة جوزيف لورا الو والله في كثير عندي باجات شباب الصراحة والله ما بعرف عجب كمي كمي كلفوا شباب اذا نحسب هالباجات على كل جوهرة والله ما يعني معلم حبيبي والله ويلي 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 عاود ثاني والله قبل شباب والله معلم ميت وميت ما يخلص ما يخلص. اللهم صل على سيدنا محمد ما يخلص يا شباب. ام 4 بيض سكار يمكن تطلع لنا شي سكار معلم ويلي طلع لي السكار يا ستير ما اعرف شو هو معلم بس المهم طلع لنا السكار حبيبي والله شكله كويس. هذا معلم سكار ثاني هذا عندنا اياه ام 60 عندنا اياه هذول سكنت الام 60 هذا عندنا اياه ام 4 هذا عندي اياه ما ضروري يعني اشوف هذا السك هذا الفاماس شوف هذا الفاماس يبلع بيض عندنا اياه بوردي عندنا اثنين منهم ما طلعنا والله شباب الصراحة شباب كل ما بفتح بجات شباب طلع لي أكثر من سلاح يعني أكثر من سلاح دائما طلع لي شباب والله شيء باللوز. هو الـ MP الـ MP5 شباب كملنا الـ MP5 معلم أسطورة الـ M4 هذا معلم عنا إياه أتذكر هذا عنا إياه هياته معلم والله والله حبايبي ما كنت متوقع إنه هيك راح يطول معي تفتيح البجات لانه الشباب لو كنت بعرف شباب كنت فتحنا يعني عملنا جزئين للمقطع. المهم حبايبنا ان شاء الله يعجبكم المقطع يا ستي.
الطمان وشوي. هذا شو هذا سكار؟ عندي حبيبي والله والله قربنا قربنا نخلص قربنا قربنا نخلص يا اساطير. اول طلع لي شيء هون دايم على هيك شكل جولد ساعدين الجولد معنا هذا الجولد هذا. والله صار عندي جولد شباب، كان عندي يمكن كم كان عندي الجولد شباب اول ما فتحنا هذا لحد الان يمكن صار يعني مو شباب كلام بالتعليقات كم كان عندي وكم صار. شو هذا الريش تبع اللي ما بده يكون طلع لنا شيء تشوف جولد 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 اوكي معلم قرد. شو هذا نيو يير 56 معلم. افتح 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 والله الشباب ما عم بشوف شو عم يصير هون يا حبيبي والله. شو هذا طبعا وين قول لي سكين طلعنا معلم حبيبي والله حبيبي والله. تمام لا نرجع ندخل شباب رجع ندخل يا ستير التمانو ويل 27 تبع الفضائي حلو طلعني هون تبعت التيشيرت جولد يسعدينكم. وهلا الجولد صار عندي شباب ولا ما كنت متوقع هيك يصير عندي جولد. نار 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 الجولد نار الجولد نار 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 نار. هذا معلوم هذول الماسكات شو هذول الماسكات شكلهم حلو هذول ما فيش طلعنا دايم عجب. لا والله ما طلعنا شيء حبيبي والله. شو هذا معلوم 22 واحد طلعنا شيء باتش جولد 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 كله جولد بجولد معلوم. هذا نشوف هون وطلعنا شي تي شورت باندا معلم ستورة حبيبي والله. شو هذا كمان معلم ان شاء الله طلعنا ما في ولا ما في. هذا عندنا يوم هذا عندنا يوم من زمان ليش قاعد يعني ليش عم يعطيني هذا شو معلم هذا شو هذا الزمن خلينا السكانرات يا زلمه راح اشوف شباب زكريا اشوف كم سكانر عندي ابا خلينا هذا 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 يا حبيبي. لا والله طلع لي اثنين هيك تعرف والله حبيبي والله والله شاب هاي التوكن هلا صار وقت التوكن الاحمر يا ستير نفس السكنر. والله لازم ادخل اشوف كم سكنر صار عندنا بس والله الجولد شباب راح يصير عندي نص مليون جولد حبيبي والله حبيبي. هات لنشوف ابلع التمر عسري معلم عسري 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 خلصنا شباب خلصنا قربنا نخلص قربنا نخلص شباب واخيرا. لا تعال هون عندنا باندل اوكي بالنسبه للباندل شباب عندي هون راح نخليهم رايح نخليهم هيك شكلهم هيك شباب. نفتح لكم شي مقطع شباب نفتح لكم هالباندلات كلياتها الموجوده عندنا يا ساتير اوكي والله كثير أو والله في شوي يعني نخليهم شي مكان ثاني اوكي. الشيء حصلنا عليه شباب حصلنا على كيوب ماجي حلو جبنا شيء اكثر من سكين كمان دايم شي مرتب. حابين نشوف كم صار عندي من السكانر معلم من ايمت ما عندي صار عندي سكانر شباب 2017 يوم 17 يوم شباب البونتي 2100 تقريبا 2200 يوم هون معلم هي 1500 يوم الدروبات محطوط عندي 200 وهون عندنا 1000 وين ايه والله والله معلم ايشي باللوز اوكي. اعتقد شفنا كل شيء هون معلم. شو بقى ما شفنا البروفايل السكنات الرقصات المرافقات هذول هنا معلم شفناهم بنعرف انه ما يهمهم مو كثير مهمات. شو شفنا ما شفنا يا اساطير كل شيء موجود هون حبايبنا شفنا كل شيء موجود هون شفنا اوكي. شو بقى هون معلم كل شيء موجود هون كمان شفنا يا اساطير ما نسينا شيء شو بقى شخصيات شفناها فرجينا لكم اياها حبايبنا. شفنا كل شيء تمام راح تعبت حبايبنا. هذا المقطع كان حلو متاكد انه مقطع حلو وكثير منكم منتظر هذا المقطع. لايك يا اساطيرنا الله يسعدكم لا تنسونا لا تبخل علينا باللايكات والشيرات والكل اي شغلات شباب لانه لعيونكم اوكي يا اساطير. ايه هون هي التوب شباب نزلت من شوي حلوه كمان والله شيء مرتب. الاحداث شفنا كل شيء معلم. اوكي ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام نشوفكم ان شاء الله على البث مباشر ان شاء الله حبايبنا المسويات رح نروح انام شوي شباب برجع لكم مسويات على الفيسبوك شباب نعمل رحله نكمل رحله الصعود للجراند ماستر شباب. ترتيبنا هذا هو شباب تقريبا هذا هو بنحب التوب 300 اوكي نحاول يعني نجيب يعني نقدر نحاول نقدر نضرب هون لنهايه السيزون يا ساتير اوكي. سو يا ساتير لا تبخلوا علينا باللايكات الله يسعدكم واذا نسيت شيء شباب ذكرونا بالتعليقات الله يسعدكم. اعتقد ما نسينا شيء
لوز اه هون فاجئك بدون عندي التوكن هدول التوكن عندي 8000 توكن. اشوف توكن عندنا شباب كمان باجي كيوب واحد معلم. اوكي انا 3000 توكن هون معلم، انا 8000 بيت الهيرويك. اوكي ننتقل نقاط هذول نفس الشيء. والله الشباب شيء باللوز هذا. شباب شوفكم على خير، لا من عليكن، الى اللقاء.